السلام عليكم ورحمة الله. من 7 عاصم 7 هجري، سعبر الأعزاء. في الوقت اللي كنشوفوا أن الجميع مصدآمين من أجل أنه ينقلوا المساعدات لإخواننا المتضررين من زلزال الحوز، إلا أنه البعض هنا من الساكنة العصام كيعيشوا التشرد بعد ما هدموا لهم المنازل ديالهم ولاو كيعيشوا في الخلاء. الآن كتمارس عليهم واحد الأفعال اللي غير مقبولة، من قبيل أنه الحوايج ديالهم باش يغطيو وليداتهم الصغار كيحرقوهم لهم باش ما يبقاوش هنايا. يعني في دردشة قبلية مع الناس قالوا لي شي تصرفات اللي غير مقبولة كدار هنايا، فغادي نسمعوها مباشرة من عندهم. السلام عليكم. عايشين في الخلاء هذه مده 6 شهور، من نهار 17/3، من نهار 17/3 وحنا كنعيشوا هذه الحاله اللي انت كتشوف فيها المأساة. اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حنا ولادنا لا ماء لا ضوء لا حتى استفاده ما كايناش. حتى لدابا كنمشيو كناشدوا السلطه المحليه من 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 ما جمعوها، من الكبير حتى الصغير، حتى واحد ما كيتجاوب معنا. اللي مشينا عنده تيقول لك سير عند العامل. حنا سيد العامل راه مشينا دفعنا الخطره الاولى والثانيه والثالثه، دار لي على هذا راه حنا داكشي مخلصين وعندنا البرا في جيبنا. هالجواب عندنا الباشا وزاره السكن والتعمير، حتى واحد ما كيتجاوب معنا. شكون اللي كيجي عندنا؟ حنا كتجي على السلطه المحليه كتريب لينا يوميا. دابا كانت يدي لينا في الاول، من بعد ما ريب لينا المحالات ديالنا اللي كانوا بنيين بالياجور، ولينا دابا تنديروا غير عشاش غير بيشان كيجي كيهزهم كيديهم كيحرقهم. ملي سالاو دوك البيشان ولا كيدور كيصيفط المقدمين، تيجي هو الشارع تيبقى واقف تيصيفط المقدمين والمخازنيه، تيقول لهم كل واحد يعطيكم مانطا. كيزن المانطا تيمشي لواحد التيران خاويه وكيحرقهم كيشعل فيهم العافيه. دليل على هذا الشيء راه مصور ماشي كذوب، كيحرق تيشعل فيهم العافيه. حتى الصباح هذا عاوتاني جا نفس العمليه، غير اليوم ماشي غير اليوم، تجا وقفوا في الشانطي وصيفط لنا المقدمين. هبطنا عنده حنا كاملين، انا والناس المتضررين اللي معايا هبطنا كاملين بعيالاتنا بولادنا بكل شيء. اسعد القايد، راه ماشي هذا هو الحل. انت كتقول لي اعطيني ما، كتقول له صيفط المقدم تقول له او المخازني تقول له اعطيني مانطا ندي نحرقها. وغداش يا خويا يقول لي حيد حوايجك اعطيهم لي ندي نحرقهم، نبقى انا طويل. واش انا ما في بلاد حق ما في بلاد قانون؟ واش ما كاينش الاسلام؟ ما فهمتش. وراه هاد الناس المتضررين ديال الزنزال راه حنا قبل منهم، حنا من نهار 17/3 وحنا متضررين حتى لدابا، وحنا في صمت وكاين تمارس عندنا العنف من طرف السلطه المحليه، عنف شديد صراحه. هضره جوج تقول ما عندي ما ندير لك، انا ما كيهمنيش، انا ماشي اش السيد اللي كتمثلنا كسلطه في القياده اللي حنا اللي كننتميو ليها. راه خصك تاخذ حقنا، خصك تشد بيدينا. علاش حنا نمشيو للعامل؟ العامل راه كيمشيو كيتصنتنا حتى واحد. دوك البراواش كيشدوا من الله فين كيديروهم؟ ما سمعنا حنا ما جانا تجاوب من سعاده العامل او من السيد الباشا او من جهه من السلطه المحليه كامله، من السلطه كامله ما جاتنا حتى حاجه. كيجيونا غير الناس ديال السلطه المحليه يريبوا لينا، يهجونا حنا ولادنا لا ما لا ضو لا طواليط. الا بغات مراتك او انت او ولدك او بنتك تقضي الحاجيه ديالتها كطلع للغابه عكريتوس والخلا والقيفر. الصراحه هي هادي، وعاش الملك والله ينصر سيدنا. كيمشيو الوليدات غير هكا، كيمشيو على الخلا والقيفر، كيمشيو بينهم يكلا الشفين غاديين. والله تيهضر راسك قسما بالله، اقسم بالله. راه الاخ ديالنا هو فينا، هو معانا في الساكنه، راه كان وقف السيد دايز بنته غادا للمدرسه وتعرض لها واحد الطوموبيل توقف. قال لها بنتي زيدي نزيدك. قلت له لا عمي، وقال لك بغا يشد صحه. عاربت ليه البنت وشاف واحد النوج جاي، واحد جوج كاين واحد الوزين كيتبنى هنايا، شاف شي معلمين خارجين ديال تبنايت هو يطلق منها وطلق. هذا واقع، ولا السيد دار ديكلاراسيون في القياده، هذا راه ما فيهش كذوب، هذا الواقع. راه تدير ديكلاراسيون في الكوميسيري اللي كنتميو ليها راه كاين. دابا الوليدات كيباسوا في هذا الخلاف كيف ما كنشوفها. هذا هو واقعنا، هذه الصراحه ما كاين لا كذوب لا والو. الصباح كيصبحوا كيمشيو للمدرسه هكاك، وكتبكات يعني البنت ولا الولد كيتعرى وكيتكتشف عليه، كيكتشف عليه، كيكتشف عليه الجامعه. احنا امام الملا، بقول لك كيبدل. اقسم بالله الا مراتك انت كتشد لها بحال هكا مانطا وهي كتبدل حوايجها. واش حنا ما في بلاد حق ما في بلاد قانون؟ واش حنا بيني وبينك الاسلام ما كاينش؟ استغفر الله الغفور الرحيم، راه لا حول ولا قوه الا بالله سبحانه الا هو. شد الاخ. ثم جميع السكينه هنايا كتمارس عليكم نفس الممارسه، انا كيحرقوا لكم الفراغ بزاف بزاف بزاف. واحد العنصريه وواحد الهمجيه اللي كنتعرضوا لها من طرف السلطات. انا غير البارح كتجي السلطه هنايا تيجبدوا لي ما داير غير واحد ليزار مغطي على البنيه الصغيره كما تشوفوا. هذه البنت هذه مغطيها تما كاينات، كيجيو لعندي ارى لينا هذيك، ارى لنا داك ليزار بغا ينتفوه ليا، بغاو يحيدوه ليا من كنتعامل مع بحال ارى لنا نمشيو نحرقوه. واش قدر الله ما شاء للناس ديال الزنزان الدوله وسيدنا الله ينصره
كتساعد دوك الناس كتغطيهم وكتدرقهم وعلى هذا البرد وعلى وحنايا من شهر 3 في 17 وحنا كنتعرضوا لهاد الهمجيه هذه من طرف صوتنا ما واصلش وعينا ما ناشدوا وعينا ما نغوتوا وعينا من تنطلبوا من سيدنا الله ينصرو عاش الملك يشوف لنا يشوف لنا عاش الملك محمد السادس عاش الملك الله يعمر سيدنا عاش الملك الله يشافيه عاش الملك حنا كناشدوا الاب ديالنا الروحي سيدنا الله ينصرو هذاك هو اللي عندنا فيه الشيخه هاد الناس هادو راهم تاغيين بالسلطه ديالهم ما كيديروا قدامهم لا كاين الله ما حتى شي حاجه كيتكرفصوا علينا كما قلت لك البارح كيتجابد معايا تيجبد عليا داك جبدي داك ليزار وريه ليهم داك ليزار بغى ينطشوا صحه بغى يديه راه هو كما كتشوفوا صحه كينتش ليا في ليزار كينتش البنيه الصغيره اش كتحرقات البنت كتحرقات البنت شوف كتحرقات واش هاد البنت هادي تقات مات هنا في السمره داك الشيء ديال البنت هادي تبات في السمره هاد الدري هذا ها هو تيقرا ها واش يقولوا الولاد في المدرسه اش كيقولوا ها هو اش كيقولوا في الولاد في المدرسه تمشي المدرسه تيقول لي اشياء في الزباله اسمع شوفك عايشين عاد في الزباله الدري شنو تيقول واش هذا شنو تنتظروا منه نتوما مثلا الدوله شنو كتنتظروا من الدري هذا اللي كيتعقد الماء ما كاينش راه الماء البواده ما كاينش نلقاو فاش نغسلوا لهم حالتهم شوف الدري حالته كي دايره حالتهم مسخه حالتهم مسخه عندي البنت في عمرها 9 سنين دابا كتجي من رافق في المدرسه دابا كتجي ما كتلقى حتى فين تبدا راه كتضرك عليها عمها 9 سنين راها كتعرف البنت ولات كتفهم ولات كتشوف كلشي كتعرف كلشي كتضرك عليها بواحد الزيف بواحد الفوطه ولا هذه باش البنت تبدل حوايجها تمشي للمدرسه اش بغاو عندنا هاد الناس هادو انا كما تنقول لكم والناس ضربها الزنزان سيدنا والدوله كتعاون دوك الناس هادو راه كيجيو ماشي كيعاونونا هاد السلطه هادي حنا الساكنه ديال العصام حي العصاب مدينه القنيطره حنا عندنا هاد الناس هادو كيجيو تيتكرفسوا عندنا كيديو لنا حوايجنا وكيحرقوهم وفراشنا عباد الله كواشنا كيمشيو يتحرقوا مسجل الفيديوهات عينا ما نغوتوا للناس المسؤولين الله يرحم الوالدين ديروا شي ملاحظه في هاد الامور اللي كتوقع علينا هنا راه التعدد راه كنتعرضوا لواحد التعدد اللي هو اش نقول لك من طرف السلطات كاش الا الطربيه وكاشات ديال الدراري صغار تيديهم واش هاد الطربيه نبينو على رجليها هادي غتعيش هنا كاش حي هاد الطربيه هادي غتعيش هنايا سميتو واحد الطربيه هي مسكينه حتى هي خلات الام ديال نقدر تخرج باش غتعيش هنايا وراه حشومه حنا كاين واحد الحالات اللي هما كما تنقول لهم تكرارا ومرارا تنقول لهم راه كاين واحد الحالات اللي هما ما كيتجاوزش على واحد 11 حاله اللي هي مكرفصه من شهر 3 في 17 هما البرد الشتاء الصيف راك شتي الدراري فين ضرقوا الدراري هادو الناس كاملين تيتكرفصوا كاينين عندهم واحد البقع درنا معاهم انا كاود الساكنه تنقول لك زياده وخلوق هنايا وعارف قلت لك الرمله ديال هاد الارض هادي كليتها الرمله ديال هاد الارض كليتها المدرسه اللي تيقراو فيها ولادي دابا انا قريت فيها كنقول لهم راه كاين واحد البقع ديال الناس راه عندكم 14 بقعه بقات من ديك الاحصاء ديال 398 اللي تجرى في 2010 اللي داز 2010 كاين 14 بقعة عباد الله وفكوا معنا حنايا راه حنايا كاينين قلت لك حنايا شي 10 الناس ولا 11 الناس فكوا معنا هاد الناس اللي مضرين لا تيقول لك ما كاين حتى شي حاجه انا بقعة تجاز ما تهضرش على هاد البقعة هذا سعادة الرئيس ديال الدائرة الله يجازيه بخير سعادة الرئيس ديال الدائرة سامع لينا استقبلنا واحد الاستقبال الله يعمر له الدار داك السيد قال لك انا غادي نشوف شنو غادي نشوف هذا الشيء هذا وديك الساعه المهم الا كانت شي حاجه انا غادي نشوف هاد الناس هاد الرئيس الله يعمر له الدار كيهضر معنا كيستقبلك استقبال كمواطن كتحس براسك راك مواطن اما راه فاش كتدخل للدائره راه حاشا المشاهده راه كنحس براسي كلب شي كلب تنحس براسي كلب باش كندخل للدائره باش كنمشي عند الرئيس كاين اختلاف كيستقبل المواطنين كيستقبلك بواحد النزاهيه وكيهضر معاك من كتجه للمقاطعة وكلب تيجي بحال يجي شي عنده كلب ورا البارح انا كنت جابد انا تيجروا لي ديك اللي صار على هاد البنية هادي واش هاد البنت تجي وكتحرق تاع عباد الله ديال الملائكة ومن كتهضر معاهم انا ما تقدرش باش نغسل لهم حالتهم ها البادة مد اخويا ذاك البادة الله يرحمك جمع ذوك الفيديوهات دار عندي هنا الله يرحمه راه هما باش نغسل ليهم هما حالتهم ما كاينش باش نغسلها راه ذاك البادة اخويا راه هما شنو نشربوا شنو نشربوا شنو غادي نشربوا؟ كيفاش كتعيش الساكنه ديال العصامه؟ هذاك الشمع هذاك الشمع جيب الشمعة تنضوي بشمعة والله يمعزل الناس ديال الزنزان والله ما يبقى فيهم الحال هذه حكمه ربانية ولكن انت مسلم ها باش تنضويو ها باش تنضويو بشمعة حنا 2023 باقي تنضويو بشمعة والدراري الولد ها هو صغير تيحفظ باش نصب لهم الدري تيحفظ بشمعة
باش كتحفظها بابا؟ بالشمعة. بالشمعة، شمعة كتشعل باش الشمعة تنشعل له بالليل هنايا تبقى يحفظها. 2023. أنا بغيت نركز على واحد النقطة، هي اللي ضرتني في خاطري. وقع كما قدر الله، قدر الله ما شاء، لهذا الزنزان هذا. الناس سيدنا الله ينصرو تعاملوا مع دوك الناس، عطاوهم الله يزيدهم، عطاوهم فراش، عطاوهم كواش، وحنايا المشكل ضرني في خاطري وانا ضربني الزنزان. حنا ضربنا الزنزان من شهر 3 في 17 وحنا مكرفصين، الشتا داز علينا وهذا الصيف كامل داز علينا هنايا، وما كفاهمش هذا الشيء هذا، وكيجي كيهز لك الكواش كيديهم يحرقهم هنا في واحد التيره. دابا انتم كساكنه هنا كتعيشوا التشرد في هذه البلاد؟ نعم نعم. كتشوفوا دوك المساعدات كيمشيو للحوز، كيبقى فيكم الحال؟ لحقاش كنحس انا بلي شي مواطن هنايا، ما كنتميش لهاد البلاد هذه، ولكن ماشي المشكل فين كاين. لحقاش سيدنا ما كيشوفش هذا الشيء هذا، وكنجي نشوف هذا الشيء هذا غتكون هضره اخرى مع هاد الناس هذو اللي مقيدنا هنايا، غتكون هضره اخرى. حنا راه حوايجنا كيتحرقوا عباد الله، راه حوايج الدراري كيتهزوا كيتحرقوا، راه كواش كيهزوا كيتهزوا كيتحرقوا لينا هنايا. تهضر العنصريه، العنصريه واش عمر تشوف الانسان كيحس ببلاده وسط بلاده، كيحس براسو راه براني في هاد البلاد هادي. وراك كنت شي بلاد اخرى ما غايديروش ليا بحال هكايا. وانا واحد النقطه، انا ما غنمشي لتا شي بلاد باش نقول لهم حق نحرق ندي ولادي وانا في بلادي، وغنطالب حقي هنا في هاد الارض هادي. وعاش الملك. انا ما نقولش نهز ولادي وغنخوي من هنا ولادك باش نخليه انا اليوم طايبه، راه ما نخليهاش اليوم طايبه، انا في بلادي. وعاش الملك، انا مع الاب ديالي الروحي جلاله الملك الله ينصرو، هو اللي معاه انايا هنا في هذه الارض هذه، نفدوه بدمنا. ولكن هاد الناس هادو اللي هنايا، هاد السلطه هنايا راه كيتعداو علينا، راه واحد اللي تيهون علينا عاوتاني واحد سعاده الخليفه، سعاده الخليفه الله ينصرو، الله يرحم له الوالدين في هذا النهار هذا. الله يا ربي دعوا مع داك السيد الله يرحم لكم ديال الخليفه، الله يحفظه، الخليفه ديال الدائره 12، الخليفه الله يرحم والديه، ديال الدائره ديالنا الخليفه، الله يعمر له الدار. داك السيد مسكين ما تيعطيك والو، ولكن تيطبطب على الدراري، كيشوف هاد الوليدات كيطبطب عليهم، وكيهضر كيجي لعندك كيهضر معاك بواحد الاسلوب اللي تحترموا عليه، تعطيه عليه السلام. هاد الخليفه عندك الرئيس معمر له الدار، والخليفه الله يجازيه بخير، بغيت ربي كل من هاد العذاب اللي تعذبنا بغيتوا له خير. هذاك السيد بغيتوا له خير، هذاك السيد داك الخليفه بغيتوا له خير. واخا دابا نتوما من بعد هاد المعاناه اللي عشتوها، ودابا لدرجه انه حتى الحوايج والغطا ديالكم ولاو كيحرقوهم لكم باش تحيدوا من هنا، كطالب شنو المطالب ديالكم العاجله؟ المطالب العاجله ديالنا كنشوف انا كمواطن عادي، كيشعل العافيه كيديروا له الضرب بالنار، كيصيفطوه ب 20 عام الحبس ولا 30 عام الحبس. وشوفوا هاد السلطه اللي كتحرق لينا في حوايجنا، حنا كتضربنا بالنار يا الله، واش غنفهم؟ وفيديوهات هما كاينين مسجلينهم. ها البنت زيدي، ها نعم، ودابا ولات شنو بلاتي، ولات بحال العاده عندهم، خاصهم كل صباح يجيو لهنا. بلاتي اخويا الله يحفظك، كل صباح تيجيو لهنايا خاصهم يدورو، كيصيفطو المخازنيه والمقدميه يدورو، تيدورو كاشه 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 لواحد، عطيونا كاشه 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 لواحد نديهم نحرقوهم، ولا ما بغيتيش ينزلو تبقى نتشولك صحه. ها البنت عاد جات من المدرسة، الله يرحم كل واحد، راه كبيرة ماشي، ها البنت عاد جات من المدرسة، شوف الكرطاب اللي هازا قداش، شحال كتضرب من الكولوميط، شوف الأدوات كم بلاني بالأدوات، ها هي مسكينة، شوف وجهها كي داير، كي جات من المدرسة، شوف حالتها كي دايرة، هاد البنت هادي ها هي دابا هادي، واش غتعرى قدام عباد الله، علمها أنا على الشارع، غتعرى هنايا وتبدا تبدل في حوايجها، يلا ديك النهار هي جاية. جات تجري، قالت لي بابا وقف عليا واحد مول الطوموبيل هنا، قال لي يلاه نديك بابا، قال لك جيبي، قال لك باباك راه قال لي باباك جيبها. تهربت البنت عندي، سمعت نوصيها وهذه، هربت البنت تما جايه، وخرجوا واحد الناس واحد البنايه هنا كيبنيو، تخرجوا شافوا مخرجوا عاد هرب، مشى بالطوموبيل. واش انا بنتي انا يتهمش كتقرا على الخلا هنايا، كتقرا البنت كتضرب واحد تقريبا شي جوج كيلومتر باش كتمشي للمدرسه، عاود الشوك لواحد المدرسه هنايا قريبه حدا ديور الشعبي. انا ما تغتصب لي هاد البنت هادي ولا تقتل ولادي، شنو عندي انا في الدنيا هادي؟ باش نفهم شنو يبقى عندي في الدنيا هادي؟ راه عندي المشنقه وغنشنق راسي، ندير مشنقه ونشنق راسي. انا اللي مطلب المطالب اللي كنطلب، الله يرحمهم الوالدين، كنطلب من جلاله الملك الله ينصرو ويطول له في عمرو ويشافيه، يدير واحد الالتفات هنا، راه المواطنين ديالو كيتكرفصوا هنايا في هاد حي العصاب مدينه القنيطره، راه التكرفيس راه تاعين عندنا بهاد السلطه هادي، تاعين واحد التغيه، عرفت شنو هو؟ راه تجيفنا واحد التغيه، تغاو علينا الموت تتفضلها، ما تبقى عايش بحال هاد العيشه هادي. حنا كنشوفوا الخير اللي كنشوفوه من سعاده الرئيس،
سعادة الرئيس ديال الدائرة كنشوفو منو الخير كيهضر بواحد الأسلوب كيحسك بأنك دخلت عندو كيحسك بأنك راك مواطن وكيجي عندنا سعادة الخليفة حتى هو الله يرحم له الوالدين في هذا النهار هذا هذاك السيد وحق الرب الاله بغيت انا بغيت ربي الله يجعل ربي يسهل عليه في اي فيما حط يده يسهل عليه الله الله يشد له وليداته كيهضر بواحد الاسلوب معاك اللي كيحسك عارك بانك راك محقور وتيهضر معاك بواحد الاسلوب اللي هو تنقول لك هو مسكين ما عنده ما غادي يعطيك انت ما تنتظر منه حتى شي حاجه العاطي الله سبحانه وتعالى غير كيطبطب عليك وكيطبطب على الوليدات وهادي وكيهضر فهمتي كيهضر بواحد الاسلوب تيحسك بانك راك انت مواطن اما ما تبقى حيد الرئيس والخليفه اما ما تبقى والله شكو دايرنا في المونينيكس وقحنونا طحينا حوايجنا كيتهزوا كيتحرقوا عباد الله وجلالة الملك هاشا الملك هاشا الملك هاد الناس راه تكرفسوا علينا هاشا الملك الله ينصرك علاش يبغيو علاش حنا علاش علاش حنايا واش حنايا كرهنا بغينا نوصلوا الصوره ديال البلاد ديالنا بانني كأنا مغربي كنهضر بحال هكا كنبات في الزنقه لا انا كنموت على هاد البلاد هادي بغات تشجب شي صوره لا في الاعلان لك الناس اللي كيشوفوا حتى الجيران اللي كيشوفونا ولا هادي يشوفونا في واحد الصوره اللي هي هاد الشعب هذا راه عايش مزيان راه حنا عايشين مزيان حنا التكرفيس حنا هاد البلاد هادي بغينا نبقاو دائما هازه راسها الفوق علاش هاد التكرفيس هذا واش غنفهم علاش التكرفيس علاش من شهر 3 في 17 وحنا ضربنا الزنزان والزنزان ضربنا ديال السلطه كون عز الزنزان ديال الله سبحانه وتعالى غتحل راه غتقول حمدتك ربي وشكرتك داكشي راه ديال الله وهذا راه الزنزان ديال السلطه الزنزان والعافيه والحرايق الحوايج صاد انتقام ولا هاك اخويا الله يلقى شي كلمه ولا هاك اخويا قول لهم على الحاله اللي تتوقع لك انت السلام عليكم هز ياك الحوايج ديالي قدام الماكينه تيحرقهم بدون نقول معاش تحرقوا الحوايج تقول حيد من تما كاين بقات الارض ديال مواليها حيدو من تما كاين يبقى فيا الحال هز ليا الكواش جداد وحرقو كواش باقا جداد وحده هي اللي مغطي بها جوج مرات داك واش هزهم كاملين هدوهم الماكينه تيشعلوا فيهم العافيه وكاين الدليل حتى الدليل كاين كلشي كاين نسول الوليدات ديالك كتعيشوا برا رافين رافين راه تيبان لك رافين هما تما عايش رافين هو مول الرضيع ولا الرضيع عنده عندي هذا الوليد هذا وعندي طفيل اخر صغير راه فين وطربيه هذا الوليد الله تزادو كيعيش تيعيش تما كاينه تما عايش تما كاينه والله الا بصح بالله هو عندي دري راه تيقرا شي واحد واحد النقطه بغيت نوضحها الله يرحم الوالدين اسمح لي يا الاخ من كنمشيو للدائره للمقاطعه شنو تيقولوا لينا الناس المسؤول تما كاين شنو تيقول لك تيقول لك انا الا كنت غندير زوين وغادي نعطي غنعطي لواحد ثلاثه هما اللي سمعوا لي هذوك هما اللي ولا غنسبقهم هاد الاول هاد الناس هادو فين مشاو راه مشاو راهم مساكنين وكاريين وراه ما عرفتش مدبرين على راسهم كانوا تا هما من الساكنه معانا ومن شهر ثلاثه فاش راب الدوار هذا فاش ريبوا لينا مشاو هما الناس دبروا على راسهم وهادي وفاش كتجي كيبقاو يضربوك بهم هادوك الناس راه هادوك اللي كانت شي حاجه نعطيو لهادوك هما الاول انت اللي كتكرفص وسير تموت انت اسمع انت شنو تيدير لك انت يا زعما كاينه انت كدير انت كدير يعني كتهضر على حقك راه تهضر على تقول لك انا تيقول لك غنزوق حوايجك غنلوحهم لك في الشانطي غنزوق حوايجك غنلوحهم لك لهيه قالوا ما هي مره ما هي جوج قالوا وزياده فوق هادشي هذا شنو تيقول لك الاعتقاد ما اللي غادي نجيو نشدوكم ولا غتعتقدني لا حقي وعد مني شي كنت ولا حقي انايا لا مت غنموت بشرف ولا تعتقد غنتعتقل بشرف هاك اخويا اذا متابعات متابعين جالس عبير العزه كيف ما شفتوا فهي حاله صعيبه كيعيشوها الناس بعد ما كيعيشوا تشرد في الخلاء الان كيقولوا على انهم كتمارس عليهم بعض التصرفات اللي غير مقبوله كيقولوا على ان حتى الفراش والغطاء ديالهم اللي كيتغطاو به كيحرقوه عليهم باش يحيدوا من هنا فعيشه كنظن عيشة أقل مما يعيشه المتضررين من الزلزال. سكواش عاد باش نتغطاو بهم بغاو يديهم يحرقوهم لينا جوج سكواش هما اللي تنكسابو سكواش تنكسابوهم تنغطي بهم ثلاثة الأولاد أمهم قال لك هادو خاصهم يتحرقوا يلا ومن تحرق هادو تا هما ودي تا هاد الحوايج ديال الدراري الصغار هما ديال البنية وديال الدراري ديهم حرقوهم تا هما وصافي وديو هاد الحوايج هادو هاد الزبالة اللي عايشين فيها وحرقونا ديونا حرقونا تا حنا كاع. إذا هي مشاهد صعبة جدا كنقلوها لكم من هنا من منطقة العصام حيث الساكنة تعيش تشرد بعد أن هدمت المنازل ديالهم. ها الحوايج فين عندنا ديال الدراري جمعنا مع السيكان ها الحوايج ديال الدراري. الآن كيعيشوا في الخلاء.
يعني راه كاين في كل منطقه الا وكتلقى بعض الاسر ساكنين هنايا. السبب هو انه تهدموا لهم المنازل ديالهم فداروا خيام هنا لانه ما عندهمش المكان غيمشيو له، ما عندهمش مكان يقصدوه، ما عندهمش باش يخلصوا الكرا. الغريب في الامر اللي صدمني انا شخصيا هو انه واحد السيد تكلم بعد قبل قليل قال على انه عنده واحد الطفل رضيع تزاد هنا في هذا الخلا، تزاد هنا في هذا الخلا، المراه ديالو ولاتو في هذا الخلا، فهو راه امر صعب جدا. فكنطلبوا حتى انه يدار حل الناس لانه خرجوا خرجات عديده ومتشبتين بهذا الحق ديالهم، وهذا الشيء يدل على شيء فانما يدل على انه عندهم واحد الحق اللي مآمنين به وكيقولوا على انهم واجب انهم ياخذوه. ف مطالبون بالتحقيق في القضيه ديال السكان ديال العصام اللي تم الهدم المنازل ديالهم، اللي كيف ما كتشوفوا العديد من الاسر عايشين هنا في الخلا بحالهم بحال الناس اللي صابهم زلزال او اكثر. فكاين البرد، كاين تصب عليهم الشتاء، كيعيشوا منهم الخلا منهم للسماء. الان كيقولوا على انه حتى الحوايج والغطا ديالهم كيحرقوهم لهم باش يحيدوا من هنا. كاينين اطفال كيقراو في المدرسه وكيعيشوا في هذا الخلا، كيقراو في المدرسه كيعيشوا في هذا الخلا، كيباسوا هنا ظلام مضويين بشمعه الوسط هاد الازبال اللي كاينه هنا وسط هاد الخلا. ربما كاين بعض الحشرات اللي ممكن تاديهم، كيباسوا هنا وكينعسوا في الصباح كينوضوا كيمشيو للمدرسه. يعني مشاهد صادمه جدا. فهذه المطالب ستدخل لعجل الحل المشكل ديال هاد الساكنه ديال العصام، كذلك اللي كانوا بعض الجمعيات باغيين يديروا الخير، فالعديد من المساعدات توجهوا بها المصدرين من الزلزال، فلا بد انهم او حبذا انهم يتوجهوا لهاد الناس كذلك ببعض المساعدات لانهم في امس الحاجه ليها. والصوره ابلغ من الكلام، الصوره كتوضح الحجم ديال المعاناه اللي كيعيشوها هاد الناس هنايا. فانت يا شريفه انت هي من الناس اللي السلام عليكم. حتى انا من ساكنه ديال الحي العصام القنيطره. هنا خويا سبعه ديال الخوت هنايا حتى واحد ما عطاو، سبعه ديال الخوت، والكبيره فينا مزوجه في 2008 ما عطاوهاش. تنطالبوا بحقنا اخويا. انت عايشه انت وليداتك؟ انا عايشه انا وليداتي، عندي جوج وليدات وخواتاتي وكلشي هنايا، راه دابا الدريات خدامين. كتبقاو هنا في الخلا باللي كنباتوا هنايا، ما كاينش اللي تيطلع علينا، تنباتوا هنا من الخلا. والدري عندي الكبير راه مرض، راه في السبيطار دابا مرض ليا بالبرد وداك الشيء. انا براسي انا مريضه، انا براسي مريضه بهذا البرد وهذا الشيء. راه الدوايات راه كل شيء عندي، عندي الوراق ديال اللي دوز بهم وعندي كل شيء. انتما تطلبوا انكم يعطوكم الحق ديالكم؟ يعطيونا على حقنا، حنا ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا على حقنا، بغينا على الحق ديالنا، حنا ما بغينا والو. عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. اذا كيف ما قلت لكم سبعة سبع جرس عبير، فهي مجموعه ديال الحالات اللي متشابهه فيما بينها. فالكل يطالب بانصاف والكل يطالب بالحق ديالو اللي كيعتبره حق ومتشبت به. متابعة متابعة جرس عبير، وانا اسجل في هذا المكان العبارات، يعني ما كنبقاش عندي قدره للكلام لانه اجد ان ما يقوله هاد الناس هو ابلغ ما يقوله المتضررون، يعني فاق كل تعبير. وفقط كنخليو الصورة هي التي تتكلم، الصورة هي التي توضح وتعبر.
يعني هذه اسر كانت عندها منازل تسكنها الان تعيش كيعيشوا في الخلا كيعيشوا في هذه الاماكن اللي كنصوروا الان كيباتوا ينعسوا كيضلونا فاش نقول لكم ما شاء الله صافي العديد من الأسر كيفما تتابعون في هذا البث المباشر هي كتعيش وكأنه أصابها زلزال وهذا زلزال من نوع آخر أصاب هاد الناس هاد السكينة الكل كيعيش في تصوروا معي الآن السيد عنده طفل رضيع العمر ديالو بعد شهور خليه والام ديالو والاب ديالو الاخوه ديالو وتزاد في هذه البلاصه لا حول ولا قوه الا بالله هاد الطربيه كيجي يعريها كيجي يحيد لي هاد الباش هذا هاد الطربيه هذه هاد الناس هادو ما جاهمش زلزال ما جاهمش فيضان انما جاهم قرار الهدم فهدمت المنازل وشردت الاسر ها كيفاش كنا كيفاش كانوا محلاتنا ديبار ها الطواليت كيفاش كانت منين جا لي ريب منين جاو ريبوا لينا ها المحل يعني راه كان مؤهل بلا كذوب بلا نفاق بلا حتى حاجه ها هو فينا ها كيفاش كنا ها اذا هي مجموعه ديال الحالات من شهر 3 من 17/3 حتى لدابا حنا كنعيشوا هذه الماساه حنا كنعيشوا هذه الحاله لا حول ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هذه الحالة اللي كنعيشوا فيها هي شوفوا حالتنا شوفوا ولادنا شوفوا ولادنا كيفاش كيعيشوا لا ماشي كنسيب افرح الشركة اللي بلاش نوضحوا حتى للمشاهدين والمسؤولين هذه النقطة هذه ديال الإفراغ بالنسبة لنا حنايا هذو اللي بقاو هنا ما جاهم لا إفراغ لا حتى شي حاجة اش الناس الشركة المعروفة الشركة المعروفة اللي كانت جهزت البقع للناس اللي مستافدين هنايا اللي مشاو الناس اللي مستافدين يعني بما فيهم شي ناس قالوا لهم من 2012 والشركة المعروفة كتسنى الناس يجيو يديو البقع ديالها باش يخلصوا الواجبات فاش خرج داك القرار هي الشركة المعروفة شنو دارت دعات دوك الناس اللي مستافدين ماشي انا بالنسبه لي ما عنديش بها حتى شي علاقه ما عندي معها حتى شي صله ان انا كنسالها شي حاجه هذيك الشركه مجهزه لي بقعه ولا فجاو جايين للناس باش يريبوا الافراغ اللي جا للناس هنايا جاهم دوك اللي مستافدين خصهم يمشيو يستلموا البقع ديالهم من عند الشركه اللي معروفه حنا السلطه دازت فينا حتى حنايا جاكم افراغ واش الافراغ خصني نتسلم انايا التنفيذ يتسلم ليا من عن طريق عون قضائي نشوف انايا كيعطوني واحد المده وما كاينش عاصفه نوض حيد صافي دوز هرس دك حنا عرفنا داكشي ماشي قانوني داكشي باش بقينا حنايا متشبتين هنايا خاص ما عندناش فين غادي نمشيو وعندنا حقنا عندنا حق وحنا عارفين هاد البلاد ديالنا كاين الناس اللي هما نزهاء وكيخدموا بجد وكيخدموا بقانون ولكن بغينا حنا منهم واحد الالتفاته هنايا راه عندنا العنصريه هنا راه كنتعرضوا للتهميش حنا راه عائلات هنا كنتعرضوا للتهميش بولادنا راه حوايجنا كيتحرقوا كيتهز حوايجنا جوج كواش انا في راس مالي غنغطي بهم ولادي كيجيو من المدرسه كنغطي بهم ولادي اراهم ليا وراه ولادي داكشي بحال ديال المافيا خاصك نبقى ندور عليه عند اتسيطو ديالهم خاصهم كل واحد كاش 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 لواحد باش نحرقوها يوميا وحنا نبقى نشريو الكواش نبقى نعطيوهم اليوم يحرقوهم لينا عندنا باش يشريو بعدا في الاصل وراه هذا هو اللي الخدمه ما خدامينش نلقاو النهار كامل حنا مضلين هنا وهذا الهدم وهذا الهدم تم في 2012 ومن 2012 حتى 2023 عاد باش جا هذا الهدم شامل احنا ما قلناش اللي احنا ماشي ضد الدوله ولا العكس ديالها لا بالعكس حاشا ولله ولكن كيف قال الاخ ديالنا السابق منين جاوا باش يريبوا للناس اللي باش يستلموا البقعه ديالهم للشركه المعروفه باش تخلص باش يخلصوا جاوا هدموا لينا احنا علاش يهدموا لينا احنا في 2012 وقع الريب راه جا عاون قضائي خرج مفوض قضائي ودار العينه ديالته ودخل المحلات ديالنا وشافنا ودفعنا للمحكمه وحكمت لنا المحكمه بعدم الاختصاص ومن 2012 وحنا هنا حتى 2023 عاد كنتفاجئوا بهاد الناس ديال السلطه المحليه جات تريبني لنا مع الناس اللي يتسلموا البقعه ديالهم حنا علاش عطيتونا اخا مرحبا ومن ما عطا
تعطيوناش عشان تريبوا لنا وتخليونا بهذا الشكل، عيب حشومه عار وعاش الملك والله ينصر سيدنا. ما كنمشيو ما كنمشيو مثلا كنقولوا حنايا عندنا هنايا قلت لك تقريبا شي 11 حاله الناس اللي هما واحد الطبقه كديحه اكثر من كديحه متشرده. ما كنمشيو تنقول لهم انايا مثلا تنقول لهم راه كاين 14 حاله كود الساكنه عارف 14 بقعه راه مازال عندكم وفكوا مع هاد الناس هادو اللي هما ولاد بلاد الناس مشردين وراهم مواطنين مغاربه عباد الله بما فيهم انايا. تيقول لك لا حنا عندنا 62 حاله. هاد 62 حاله منين جات؟ كان تم واحد الترقيم احصاء هنايا داز جات السلطه وهادي حصات حصات ديك السلطه حصات دخلت دارت معاينه شافت الناس الطواليطات ديالهم حتى المشاهدين دخلت البيوتات دخلت الكوزينات قلبت كل شيء وحصات. من تنهضر معاهم تنقول لهم تنقول لهم هذا احصاء تيقولوا لنا لا هذا عترقيم واخا عترقيم حيدوه. اذا كاين هنايا تنقول لهم اذا هذاك تقولوا انتم كتشهدوا بديك 62 حاله راه عترقيم. من تنقول لهم عندكم 14 بقعه وافكوا مع هاد 11 حاله اللي بقات هنا ولا 12 حاله شنو تيقول لك؟ مقيمه تيقول لك لا عندنا 62 حاله. اذا هذاك احصاء راه جيتي حصيتي لي ودرتي لي بي ماشي الان اير درتي لي بي كذا وكذا كلشي دار الان اير ما دارتش عندنا هنايا في العصام دارت البي البي كتستافد. ومن ريحت مع المسؤولين مع المسؤولين ريحت معاهم قلت لهم قلت لهم راه قلت لك الاحصاء ديال 2010 كما ودي راه احصاء تم داروا واحد الاحصاء في الحنشه في 2015 تعاود احصاء في 2015 انا تا غادي تنهضر معاهم قلت لهم واش الاحصاء اللي داز في 2010 شامل قال لك اه شامل هضر المسؤولين هادو قال لك ديال اللجنه اه اللجنه من قلت لهم داز الاحصاء شامل ديال 2010 قال لك داز شامل على 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 على, على قنيطره كامله قلت لهم واخا وسميتو الحنشه تعاود الاحصاء في 2015 قال لك اه 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 تعاود احصاء 2015 جات عندنا حنايا هنايا وقعت في 2010 وانا ما هضر على 2010 لا 2020 لا 2003 لا 2004 لا انا غنهضر لك عندي شهاده مدرسيه ديال 92 92 وانا عايش هنايا انا راه حليت عيني تزاديت هنايا وكبرت هنا بوات زاد هنا جدات زادت هنايا جدت الوالد ديالي هاي كانت ساكنه هنايا جدت الوالد ديالي امت الام ديال الوالد ديالي وقلتي جيتو دابا كتقولوا لي 2010 واخا ها 2010 وها احصاء واحد اخر تعاود عاوتاني في الحنشه في 2015 علاش لحقاش حنا ضعاف حنا شحال من واش كاين 600 حاله 400 ديال 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 الساكنه هنايا كاين 1200 راه ما كاين والو راه كاين قلت لك شي 11 حاله عشوها هذه راه عشوها وزكاير هذه شوها انا الاخر اللي تنخسر تنقول اسمع ليا انا الاخر اللي تنقول حنا النداء كنراسلوا سعادة جلالة الملك الله ينصرو يشوف لنا التعدو هادو الناس هادو راه حاسب لنا حنا هادوك حنا بالنسبة لجلالة الملك هذاك الأب الروحي ديالنا الأب الروحي ديالنا هاد الناس راه كيتكرفصوا علينا وأنا ما كنعممش كاين سعادة الرئيس سعادة الرئيس الله يرحم له الوالدين راه كيهضر بنزاهة الخليفة الله يعمر له الدار حتى هو راه كيتعامل بنزاهه اما ما تبقى راه باغي يطحنونا وكيحرقوا لنا حوايجنا هادشي اللي كاين وعاش سيدنا. انا متابعي جارس عبير الكلمات ديال هاد الناس هادو العبارات ديالهم تصريحاتهم كانت حارقه وكانت يعني ما كاينش اضافات على ما قاله المتضررون هما النسمان. واحد النقطة الله يجازيك بخير اللي بغيت نشير ليها أنا آخر مرة فاش جاني واحد الاستدعاء ومشينا قال لك تجي لكينا للجنة ومشينا للجنة وما مشيناش للدائرة ديالنا صيفطونا لدائرة أخرى ديال عين السبع ومشينا لديك الدائرة ووقف سعادة القايد يعني بهو بحد بعض بفمه قالت الكلمة هذه قال لي موفرة فيه الشروط هاد الشروط يجي لعندي شنو قال؟ قالت لي عنده صداق قبل 2010 أنا عندي 99 ولدي في عمره 23 عام الكبير والبنت الصغيرة 6 سنين ولد 19 عام عدم الملكيه لقيتو قاطين في العهد ديالي وباقي قاطين حتى لدابا هاد الشروط كامله موفره فيا انا كنهضر على راسي شخصيا والاخوان ديالنا تاهما راهم كاملين كل واحد عنده شنو انا هاد الشروط هادي كامله موفره فيا علاش ما استفدتش علاش ما استفدتش علاش عندي ثلاثه دولاد امهم الرابعه صداق 99 في 99 فاش داير صداق انا الولد الكبير عنده 23 عام وما استفدتش علاش ما استفدتش واش ما موفرش فيا الشروط ديال الاستفاده اوكي ولكن موفره فيا الشروط علاش ما استفدتش
إذن متابعي جلسة بير، كانت هذا أو هذا هو البث المباشر الذي نقلناه لكم من منطقة العصام، حيث أسر تعيش التشرد بعد أن هدمت المنازل ديالهم وأصبحوا يعني يسكنوا في هاد الخيام. بعد ذلك حتى الخيام ديالهم حيدوها لهم، الآن راه كيعيشوا مع هاد الأسد البسيط في الخلاء مع الأطفال ديالهم، إلا أنهم مؤخرا تعرضوا على واحد التصرفات أخرى اللي هي أنه حتى الفراش ديالهم ولاو كيهزوا لهم كيحرقوه لهم باش يحيدوا من هنا. انت يا بحالك بحال الناس يعني. السلام عليكم. حنا عندنا جوج بقع د الموتى، حنا عندنا جوج الموتى حالات بحالنا دوزوهم عطاهم عندهم حق يستافدوا. هذا راجلي عنده جده وعنده عمته، ناس حالات بحالنا دوزوهم. ملي دوزو حالات بحالنا انا جمعت لهم، قال لك سير جمع اوراقك وجيبيهم. ملي جمعناهم له عطيتهم له، اللي يقول لي ما عندكش هذوك الموتى، ما عندكش حق نعطيهم لك. قلت لي علاش؟ قلت لي حالات بحالنا دوزتيهم، علاش ما نعطيناش حنا؟ بغينا نعرفوا علاش عذبونا هنايا في الزنقه، حنا نعسوا في الزنقه. حسبي الله ونعم الوكيل. اذا متابعي جلسة بير، كان هذا البث المباشر اللي قلت انه نقلناه لكم من منطقه العصام اللي كتعيش بواحد الظروف ربما اكثر من البعض في الدواوير اللي اصابها الزلزال، حيث انهم كذلك يعيشون في الخلاء، ما عندهمش خيام، ما عندهمش فراش، ما عندهمش غطاء، ما عندهمش ما يصرفوا. كاين دراري صغار كيعيشوا في هذا الخلاء، كاين اطفال رضع، كاين الناس اللي الفراش ديالهم الان ولاو سيحرقوه لهم. فعلى حسب ما ذكر بعض المصرحين قبل قليل، قال على انه الكواش ديالهم سيحرقوهم لهم باش يحيدوهم هنا. فمجموعه من الاشكال ديال اللي كيعتبروهما الطيهات، كيعتبروهما باغينهم يحيدوا من هنايا، لانه داروا معهم جميع الطرق ما حيدوش، لانهم متشبتين بهذا الحق، يقولوا على انهم عندهم الحق في الاستفاده ومتشبتين بالحق ديالهم، لذلك تمارسوا عليهم هذه التصرفات. متابعي جلسة عبير، كيف ما قلت لكم سابقا فما يمكنش نضيف شي حاجه اكثر مما صرح به المتضررون من عين المكان. تكلموا بحرقات، تكلموا بكلمات معبره موضحه وشارحه، لذلك اكتفي بما قالوا. استودعكم الله على امل اللقاء بكم في حين اخر.